بسم الله الرحمن الرحيم. سياس 225 مدرستكم باسمة هاني. أول إشي اتفقنا هلأ إنه الكويز راح يكون السبت 31/7 الساعة 7 مساء بدال بكرة الخميس، والوظيفة اللي كان تسليمها لنهاية امبارح راح تكون لنهاية اليوم. طيب، فاللي سلم على الإيميل بعد ما خلص الموعد رجاء أن يرجع يسلمها اليوم على الإي ليرنينج. طيب، بلشنا المرة الماضية بشابتر 4 وحكينا عن أنواع الأوبيرانس إيميديات وريجستر وميموري، وحكينا عن أول نوع من الأدريسنج مودز اللي هو دايركت أدريسنج مود. حكينا لما بحكي موف AL بار 1 هي نفسها موف AL بين براكتس بار 1، هاي دي ريفرنسنج، يعني القيمة الموجودة بار 1 جيب لي إياها على AL. دائما التعديل على الديستنيشن، دائما التعديل على الديستنيشن. موف ديستنيشن سورس، موف ديستنيشن سورس، هذا السنتاكس لها. اهم شيء في الموف ومعظم الانستركشنز انه عندي لازم ما يكون تو ميموريز، ماشي، لازم بمعظم الانستركشنز انه الديستنيشن والسورس يكونوا من نفس السايز معظم الانستركشنز، لانه الموف زيرو اكستنشن والموف ساين اكستنشن بيختلفوا بهاي النقطه، ماشي. لازم الديستنيشن هون ما يكون ايميديت فاليو لانه لازم اخزن داخل موقع، عشان هيك ممنوع يكون ايميديت فاليو. عشان اتعامل مع ميموري تو ميموريز استخدمنا بينهم وسيط ريجستر اللي هو الاي اكس مثلا، وبدي اياه اكون حريص انه يكون من نفس السايز لفار 1 وفار 2. اذا هاي وورد استخدمت اي اكس، اذا هاي دبل وورد شو استخدم؟ اي اكس. اي اكس صح. اذا هاي بايت اي لو او اي هاي، ايوه، اي ال او اي اتش، بي ال او بي اتش، سي ال او سي ال، سي اتش، دي ال او دي اتش. أخذنا zero extension، move zero extension. When you copy a smaller value into a larger destination، بدي أنسخ smaller value into a larger destination، معناته في عندي اختلاف بالسايز. لما يكون في اختلاف بالسايز الموف ما راح تشتغل معي، راح تعطيني ايرور. إذا شو بدي أستخدم؟ move zero extension instruction copies the contents of a source operand into a destination and zero extends the value to 16 or 32 bits. إذا راح تنسخ القيمة الموجودة عندي وتمد لي الجزء اليسار بأصفار، راح تمد الجزء اليسار بأصفار. Move zero extension register 32 register memory 8. طبعا بالنسبة للكويز يا جماعة راح يكون اكتب كود. بالنسبة للميد أنا عادة بجيبه اكتب كود، بس هاي المرة راح أجيب جزء اختار الإجابة الصحيحة وجزء اكتب كود. طيب، راح أجزئه جزئين، جزء اختار الإجابة الصحيحة وجزء اكتب كود. طيب، move zero extension register 32 register أو memory 8، move zero extension register 32 register أو memory 16، move zero extension register 16 register أو memory 8. لاحظ إنه دائما الديستنيشن إيش؟ ريجستر، وكمان الديستنيشن لازم يكون السايز له أكبر من السورس، ماشي؟ إذا هون 32 مع 8 أو 32 مع 16 أو 16 مع 8، إذا دائما الديستنيشن أكبر من السورس، لأنه لو كانوا نفس السايز معناته أنا ما في داعي أستخدم موف زيرو إكستنشن، راح أستخدم الموف العادية، ما راح أمد على الجزء اليسار إشي لأنه أصلا ما في جزء يسار، ماشي؟ عشان هيك لازم يكون عندك السايز لا الديستنيشن أكبر من السايز لا السورس. الشغلة الثالثة، لاحظ إنه بالسنتاكس أبداً ما في عندي immediate value اللي على اليمين اللي هو السورس، يا register يا memory، register أو memory، register أو memory. فإذا كنت بدي هاي القيمة أجيبها على الـ AX، فمعناته بالأول حطيتها بريجستر أو بميموري السايز يناسبها، هاي 8 بت يعني بايت، عملت move BL لهاي القيمة
بعدين موف زيرو اكستنشن اي اكس فاصل بي ال، جيب القيمة الموجودة البي بي ال على الاي اكس. كم السايز للبي ال؟ 8. وكم السايز للاي اكس؟ 16. صح؟ إذا هاي السنتاكس تبعها. Move zero extension register 16 register أو memory 8. هون شو أخذنا؟ memory 8. من memory 8 جبت على register السايز لإله 16. بالmove zero extension ما بتهمني الإشارة. إذا أنا بتعامل مع unsigned numbers فدائما بمد الجزء اليسار بأصفار. The destination must be a register. Move BX 0A 6 9 BH. BX 16 بت. ماشي؟ 4 و4 و4 و4. هاي 16 بت. الزيرو هاي ليش حكينا؟ عشان نميز انه هذا ثابت من نوع هيكسا ديسيمال. اذا الزيرو هاي عشان نميز انه هذا ثابت من نوع هيكسا ديسيمال وليس اسم متغير. البي اكس 16 بت يعني وورد. موف زيرو اكستنشن اي اي اكس فاصل بي اكس. وين قيمه البي اكس؟ هيها. ودي لي اياها على الاي اي اكس، عبي لي الجزء اليسار باصفار. هي حط لي اياها A 6 9 B. ماشي؟ الجزء اليسار من الاي اي اكس يعني اللي هو كمان 16 بت، عبالي اياهم 0 0 0 0. موف زيرو اكستنشن اي دي اكس فاصل بي ال. وين البي ال؟ هاي البي ال صح؟ هاي اللي هي البي ال. هاي عندنا بي ال وهاي عندنا ايش؟ بي اتش صح؟ هاي كلها بي اكس، نصها بي ال والنص الثاني بي اتش. موف انا وين رحت؟ سوري. هون يا جماعه هاي عندي بي ال وهون عندي بي اتش. موف زيرو اكستنشن اي دي اكس فاصل بي ال، جيب لي قيمه البي ال وديها على الاي دي اكس. البي ال 8 بت والاي دي اكس كم بت؟ 16 بت صح؟ هاي 8 وهاي 16. البي ال 9 بي، ودي لي اياها على الاي دي اكس راح يعبي لي الجزء اليسار كله ايش؟ اصفر. بالهكسا كل ديجيت عباره عن 4 بت، هاي 4 وهاي 4، هاي 8. بس اخذت قيمه البي ال اللي هي 9 بي، والباقي شو عبينا؟ اصفر. موف زيرو اكستنشن سي اكس فاصل بي ال، جيب قيمة بي ال وديها على سي اكس. شو قيمة بي ال؟ اللي هي 9 بي. ودي لي اياها على سي اكس، سي اكس اللي هي 16 بت. ماشي؟ فهي حط لي 9 بي وعبالي الجزء اليسار من سي اكس بي اصفار. دوت داتا بايت 1 بايت 9 بي اتش. وورد 1 وورد 0 اي 6 9 بي اتش. نفسه بس حط لي اياهم هلا بايش؟ بمتغيرات. 9 بي احتاجت بايت و A 6 9 بي احتاجت وورد. ماشي؟ 4 و 4 8 و 4 و 4 8 يعني 16، إذا خزنتها بي وورد. دوت كود موف زيرو اكستنشن اي اي اكس فاصل وورد 1. هون استخدم ريجستر، هون استخدم ميموري. السنتاكس بيسمح إنه السورس يكون ريجستر أو ميموري. هاي ريجستر أو ميموري. نفس المثال عدلك اياه على ميموري. موف زيرو اكستنشن اي اي اكس فاصل وورد 1، جيب لي وورد 1 خزن لي اياه داخل اي اي اكس. هاي وورد 1 حطيتها داخل اي اي اكس، هيها وهاي اليسار عبالي اياه اصفر. موف زيرو اكستنشن اي دي اكس فاصل بايت 1، بايت 1 اللي هو 9 بي، هيها 9 بي عبالي الجزء اليسار كله باصفار من الاي دي اكس. موف زيرو اكستنشن سي اكس بايت 1، سي اكس 9 بي حط لي على يسارها اصفر. هون تعامل الوورد اللي هي وورد مع اي اي اكس يعني 16 مع 32. هون
8 مع 32 وهون 8 مع 16 اخذ ال 3 سنتاكس فرجاك اياه. في عندي ساين اكستنشن، بالساين اكستنشن انا بتمني الاشاره. بالساين اكستنشن انا بتعامل مع رقم مهم اشارته. The move sign extension instruction copies the contents of a source operand into a destination and sign extends the value to 16 أو 32 bit. إذا الجزء اليسار بدها تعبي لي إياه بالإشارة، فإذا كان هذا الرقم موجب راح تعبي لي الجزء اليسار ب إيش؟ أصفار. وإذا كان الرقم سالب راح تعبي لي الجزء اليسار بإيش؟ ب 1. Then fills the upper half of the destination with a copy of the source operand sign bit. شو الإشارة؟ عبي لي اليسار بهاي الإشارة. ماشي؟ نفس syntax بس اسمها move sign extension بدال move zero extension. register 32 مع register أو memory 8. register 32 مع register أو memory 16. register 16 مع register أو memory 8. طيب؟ جبنا الرقم على البي ال، بعدين عملنا موف ساين اكستنشن اي اكس فاصل بي ال، لانه اخر خانه 1 معناته هذا الرقم سالب، معناته ايش راح يعبي الجزء اليسار ب 1، عبالي الجزء اليسار بالقيمه 1. ليش؟ تكرار للاشاره. لو كان عندي اخر بيت هون صفر، لو كان هذا البيت صفر كان عبالي الجزء اليسار هون ايش؟ كله ايش؟ زيروز. كان عبالي الجزء اليسار كله باصفار. اذا حسب الاشاره يا بيعبي لي باصفار يا بيعبي لي بوحدات. الاشاره السالبه شو راح يعبي لي؟ ونز. والاشاره الموجبه شو راح يعبي لي؟ زيروز. نفس المثال بده يستخدم له ساين اكستنشن. ركز معي على الاشاره. موف بي اكس 0 اي 6 9 بي اتش. هلا هاي القيمة موجودة بالبي اكس، مين يحكي لي هاي القيمة موجبة ولا سالبة؟ هاي القيمة موجبة ولا سالبة؟ A 6 9 B شو رايكم؟ سالبة عشان كل شيء فوق السبعة سالب صح؟ راضي بحكي لنا سالبة لأنه كل شيء فوق السبعة سالب، وين اللي فوق السبعة عندنا يا راضي؟ اللي هو الـ A مش فوق السبعة؟ الـ A، ممتاز يا راضي. إذا ما تطلع على الصفر على الليدنج زيرو هاي اللي ميزت لي هل هو ثابت ولا متغير، راضي بحكي لك إنه آخر ديجيت عندي اللي هو الـ A. بما إنه أكبر من سبعة إذا هذا الرقم سالب، صحيح حكي راضي. إذا هذا الرقم سالب بما إنه الـ A أكبر من سبعة. بما إنه سالب رح أعبي الجزء اليسار كله بإيش؟ بونز. بالهكسا 1 1 1 1 هاي شو بتعطيني؟ اف 1 1 1 1 هاي اف 1 1 1 1 هاي اف 1 1 1 1 هاي اف. ماشي؟ اذا بالهكسا ال 1 اكيد بتصير اف. موف ساين اكستنشن اي دي اكس فاصل بي ال، وين البي ال؟ ايش فيها؟ 9 بي صح؟ 9 بي موجب ولا سالب؟ سالب. اسلام بحكي لنا انه سالب، ليش؟ التسعه اكبر من السبعه، فمعناته اسلام رايه انه هذا الرقم سالب، صحيح. بما انه سالب معناته راح اعبي الجزء اليسار برضه بايش؟ ب اف ب 1. فهي عندي اف 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 اف، هاي التسعه بي اخذت 8 بت، هاي كملت اف اف، هيك صار وورد، وهاي اف 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 هاي الوورد الثاني من الاي دي اكس. لو كانت هاي مش 9 بي، لو كانت مثلا بدال 9 بي كانت، افرض انه هذا الرقم كان 0 A 6 بدال 9 كانت 6 مثلا بي، وحكيت موف اي دي اكس فاصل بي ال، وين البي ال؟ هيها ال 9 بي، هاي 6 بي سوري، لو كان الرقم بهذا الشكل. فال 6 بي موجب ولا سالب؟ موجب. موجب صح؟ بما انه موجب اذا راح يعبي لي الجزء اليسار بايش؟
اصفار. بأصفار، صحيح. إذا راح يعبي الجزء اليسار بأصفار. إذا لو كان السؤال بهذا الشكل معناته الجواب إيش راح يكون؟ 0 0 0 0 0 0 وبعدين 6 ب هكسا. كابيتال والسالب عندنا مش مهم بهاي اللغة، ماشي؟ إذا لو كان الرقم بهذا الشكل، هذا الرقم عندي هاي، أنا بدي هذا الجزء الست بي هاي موجبة، أنا حاكي له بي ال، بي ال شو فيها؟ فيها ست بي. إذا بما إنها موجبة رح يعبي لي الجزء اليسار بإيش؟ بأصفار، رح يعبي الجزء اليسار بأصفار. طيب موف ساين اكستنشن سي اكس فاصل بي ال، بي ال شو فيها؟ 9 بي. ودي لي إياها على سي اكس، معناته هاي 9 بي بما إنها سالب عبالي الجزء اليسار بي اف اف بي 1. لو كانت هاي 6 بي كان عبالي الجزء اليسار ب 0 0 0. كل ديجيت بالهكسا عبارة عن 4 بت بالباينري، ماشي؟ فهي 4 وهي 4، هي 16 وهي 4، سوري هي 8 وهي 4 وهي 4، 8 و8 معناته 16 بت. سي اكس عبارة عن 16 بت. طيب مين مش فاهم؟ لا دكتورة. ايش يا صالح؟ لا البي اكس عندنا 16 صحيح، والاي اكس 32. اه تمام. طيب هلا الفوق ايش؟ ال 0 6 9 بي هاي موجبه ولا سالبه؟ هاي سالبه. سالبه سالبه، بطلع على اخر ديجيت بما انه اي اكبر من 7، اذا سالبه. بدي امدها على الاي اي اكس فراح يعبي لي الاشاره السالبه اللي هي 1 1 1 1 كلها، صح؟ أربعة وانز بتعطيني اف 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 اف، مش هذا 32 بت؟ هاي 4 8 12 16 هاي الرقم، وهي كمان 4 8 12 16 16 و16 32. لا تحت ليش بس عبينا 9 بي؟ ليش ما عبيناها كامله؟ ما هو ايش بده؟ طلع هون بي ال مش بي اكس. اه 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 صح؟ فهذا عندك كله بي اكس، هذا بي ال وهذا بي اتش. وصلت وصلت. اوكي يا صالح. الانستركشن اللي بعدها اللي هي اكستشينج، كثير احيانا بنحتاج للتبديل. اكستشينج انستركشن، بدي ابدل موقعين ببعض. عشان تبدل اكستشينج ريجستر مع ريجستر، ريجستر مع ميموري، ميموري مع ريجستر، هدول السنتاكس. ما بصير اجي ابدل ميموري مع ميموري، ما بصير اجي ابدل ريجستر مع ايميديت فاليو، لازم مواقع تخزينيه، فهم اما ريجستر او ميموري. بصير يكون ريجستر مع ريجستر، بس اكيد ممنوع دائما ميموري مع ميموري، ماشي؟ لازم تنتبه انه السايز يكون متساوي. ما بصير ابدل 16 مع 8 او 32 مع 16، إذا بده يكون السايز متساوي. السايز ما بتساوى فقط بالموف زيرو اكستنشن والموف ساين اكستنشن، غيرهم لازم تنتبه انه السايز يكون متكاتف متكافئ، لازم يكون السايز متكافئ. The rules for operands in the exchange instructions are the same as those for the move instruction except that exchange does not accept immediate operands. ابدا ما عندي immediate value هون. var1 word 1000 هكسا، var2 word 2000 هكسا. دوت كود exchange ax مع bx، هاي register مع register، شو ما كانت القيم اللي فيهم بدل لي اياهم، صحيحه. exchange ah مع al، هاي register مع register، السايز لهم متكافئ ما في مشكله. exchange var1 مع bx، var1 السايز لها word والbx السايز لها word، اذا word مع word ما في مشكله. Exchange EAX مع EBX 32 مع 32 كمان صحيحة. Exchange VAR1 مع VAR2، ميموري مع ميموري، هل هاي صح؟ هل هاي صح؟ لا هاي خطأ. ليش؟ لأنه اثنين ميموريز، لأنه الاثنين ميموريز، إذا ممنوع يكون الاثنين ميموريز. لو حكيت Exchange
اي اي اكس مع بي ال، هل هاي صح ولا خطا؟ خطا. خطا ليش؟ لانه different sizes. صح، اختلف السايز. مين اللي حكى معي؟ راضي ولا اسلام؟ اسلام. اوكي يا اسلام. طيب اكسشينج مثلا اي ال فاصلة 8، صح ولا خطأ؟ خطأ كمان. كمان خطأ ليش؟ لأنه إيميديت، لأنه إيميديت فاليو، إذا ما بتعامل مع إيميديت فاليو بالإكسشينج، لازم يكون عندي مواقع عشان أبدل هاي المواقع. لو كان عندي ميموري مع ميموري أنا بدي آخذ وسيط ما بينهم. أوكي؟ إذا كان عندك ميموري مع ميموري بدك تأخذ وسيط ما بينهم. هاي عندي val 1 وهاي عندي val 2. val 1 فيها قيمة معينة، وval 2 فيها قيمة ثانية. لو حكينا مثلا val 1 فيها القيمة 3 وval 2 فيها القيمة 5، وبدي أبدلهم. لو كان val 1 وval 2 من size 16 فمعناته بدي الوسيط كمان يكون size لإله 16، زي ال AX ال BX ال CX ال DX. أخذ لي هون AX، إذا هاي عندي AX size لإله 16، أول خطوة شو عمل؟ move AX val 1، جيب قيمة val 1 ودي لي إياها على AX، معناته AX شو صارت قيمته؟ صارت قيمته 3، إذا خبيت القيمة 3 داخل AX عشان ما تضيع. exchange AX مع val 2، بدل AX مع val 2، هدول القيمتين بدي أبدلهم، معناته صارت عندي الـ AX بدل ما هي 3 شو قيمتها؟ هاي شطبنا الـ 3 شو حطينا مكانها؟ 5. وهون شطبنا الـ 5 وشو حطينا مكانها؟ 3. إذا بدلناهم شو ضل علي؟ ضل علي هاي move val 1 فاصلة AX، جيب القيمة الموجودة بالـ AX خزنها داخل val 1، إذا 3 شو صارت؟ صارت 5. إذا هل تبدلوا؟ نعم تبدلوا، كانوا val 1 3 وval 2 5، صاروا val 1 5 val 2 3. إذا مرة ثانية عشان أبدل قيمتين بدي وسيط بينهم اللي هو register move AX فاصلة val 1، جيب قيمة val 1 خزنها داخل AX، exchange AX مع val 2، بدل قيمة AX مع val 2. هلا move val 1 فاصلة AX، جيب القيمة الموجودة ب AX ودي لي إياها على val 1. ماشي الحال؟ إذا هيك عملنا سواب، عملنا تبديل، بدلنا قيمتين. لو كان عندي array دوت داتا array b by 10 هكسا 20 هكسا 30 هكسا 40 هكسا 50 هكسا دوت كود move al فاصلة array b، جيب القيمة الموجودة بالarray b ودي لي إياها على al، معناته al شو فيها؟ 10 هكسا، باخذ أول قيمة. طب كيف بدي أجيب القيمة الثانية؟ move al array b plus 1، شادول بايتس الأولى اسمها array b، الثانية كيف بدي أوصلها؟ array b زائد 1، الثالثة array b زائد 2، الرابعة array b زائد 3، الخامسة array b زائد 4، بهاي الطريقة بوصلها. إذا دوت كود move al array b راح يجيب لي العشرة h، move al array b plus 1 راح يجيب لي العشرين، هي نفسها بتكافئها move al بين brackets array b plus 1 اللي هي العشرين. move al array b plus 2 سواء بين brackets او لا راح يجيب لي ال 30. مع
ماشي؟ إذا لما يكون عندك array بدك تعرف توصل للمواقع. هاي اسمها array B، هاي array B plus 1، هاي plus 2، هاي plus 3، هاي plus 4. طب لو كانت word، هاي array B، هاي array B plus كم؟ plus 2. plus 2 ممتازين. هاي array B plus 4، هاي array B plus 6، هاي array B plus 8. طب لو كانت double word، هاي array B، هاي array B plus 4. هاي أخذت array B 1 و 2 و 3، هاي array B plus 4 أخذت 4 و 5 و 6 و 7، هاي array B plus 8 ماشي، وهكذا. إذا لازم أكون دقيق بالعناوين. دو داتا array W word 1 0 0 0 هكسا، 2 0 0 0 هكسا، 3 0 0 0 هكسا. array D دبل وورد 1 2 3 4. اذا الاري دبليو فيها ثلاث عناصر، الاري دي من نوع دبل وورد فيها اربع عناصر. موف اي اكس اري دبليو، شو راح يجيب لي؟ 1 0 0 0 هيكسا. موف اي اكس اري دبليو بلس 2، راح ينتقل على العنصر اللي بعده، شو راح يجيب لي؟ 2 0 0 0 هيكسا. اري دبليو بلس 2 لانه كل واحد ماخذ وورد. move ax array w plus 4 راح يجيب لي ايش؟ هاي 3 0 0 0 هيكسا. اذا بقفز اثنينات. نيجي على الاري دي، move eax array d راح ياخذ الواحد يحطها بالاي ax، هايها واحد. move eax array d plus 4 راح ياخذ ايش؟ الاثنين، هاي الاثنين بقيه كلها اصفار على اليسار، هاي الاثنين حط لي اياها بالاي اي اكس ماشي. موف اي اي اكس اري دي بلس 4. طيب بدي اوصل للقيمه اللي بعدها، موف اي اي اكس اري دي بلس 8. بدي اوصل للي بعدها، موف اي اي اكس اري دي بلس 12 ماشي. اذا بنتقل بقفز اربعات عشان اوصل للعنصر اللي من نوع دبل وورد. دكتورة هسه بفرق إذا مثلا حطينا اتش أو لا لما نيجي نعرفهم؟ آه بفرق. هلا ألف بدون اتش شو صارت؟ هاي ديسيمال. ديسيمال صح؟ هاي بالديسيمال كثير بتختلف عنها بالهكسا، هاي رقم وهاي رقم ماشي. هاي بالهكسا يعني هاي أربعة ديجيت، هاي أربعة ديجيت، هاي أربعة ديجيت، أربعة بيت سوري، وهاي أربعة بيت قيمتها مختلفة نهائيا عن الألف اللي بالديسيمال. طيب لانه تحت، طيب الاي اكس حط انه واحد اتش وعب الباقي صفار، هي يعني واحد، الواحد بالديسيمال ولا بالهكسا نفس الاشي صح؟ ونفس الاشي قصدي اثنين كمان، اه مو لحد التسعة. تمام خلص لحد التسعة زي ما حكيت، ما حكيت يا اسلام لحد التسعة هم نفس الاشي. خلاص تمام دكتور. مثال على الإكسشينج. Write a program that rearranges the values of three double word values in the following array as 3, 1, 2. عندي array فيها القيم 1, 2, 3. بحكي لك rearrange it، غير ترتيبها. بدي إياها شو تصير؟ 3, 1, 2. إذا 1, 2, 3 بدي أغير ترتيبها، ولا واحد خليته بنفس مكانه. بدي أجيب الثلاث بالأول، بدي أجيب الواحد بالنص، بدي أجيب الاثنين أحطها بالأخير. دوت داتا array دي دبل وورد 1 2 3. step 1 copy the first value into eax. بدي أجيب الواحد أحطها بالeax ماشي. إذا هاي e A X خزنت فيها القيمة 1. move E A X array D and exchange it with the value in the second position. إذا جبت القيمة الأولى وبدي أبدلها مع القيمة الموجودة بالموقع الثاني. هاي array D، هاي array D plus كم؟ plus 4. 4
وهاي الريدي بلس ايش؟ اكس. ممتازين. موف اي اكس الريدي، جبنا الواحد على الاي اكس، اكسشينج اي اكس هاي مع الريدي بلس 4. وين الريدي بلس 4؟ اللي هي هاي، بدل صارت هاي 2 وهاي ايش؟ 1. خلصت من اول خطوه، هيها هاي خلصنا من الخطوه الاولى. ولاحظ انه الاثنين ما ضيعها، وين خباها؟ بالاي اكس، ماشي؟ عشان ما تضيع عنا. هاي اول خطوه او اول خطوتين عملهم عشان يجيب الاي اكس، سوري، يجيب الواحد للوسط. هاي خلصنا من واحد من الثلاث ارقام. ستيب 2 اكسشينج اي اكس وذ ذا ثيرد اري فاليو. مش الاثنين هاي انا بدي اياها تكون هون، اذا بدي اوديها على الموقع الثالث. اكسشينج اي اكس وذ ذا ثيرد اري فاليو، بدي ابدل القيمه الموجوده بالاي اكس مع القيمه الموجوده وين؟ بالموقع الثالث. Exchange EAX مع Array D plus 8. لما عملت Exchange هاي شو صارت؟ ايش في هذا الموقع؟ الثلاث. والاثنين شو عمل فيها؟ بده يوديها على هذا الموقع بدال الثلاث. إذا شو عمل؟ Exchange EAX مع Array D زائد 8. Array D زائد 8 فيها الثلاث. بدل لي إياها مع مين؟ مع الـ EAX، فصارت القيمة الموجودة هون اللي هي الاثنين صارت موجودة هون بالموقع الأخير، وأنا هذا اللي بدي إياه. وجبنا على الـ EAX القيمة اللي هي 3. شو آخر خطوة أنا بدي أعملها؟ الثلاث هاي بدي أجيبها هون. إذا move array D فاصل EAX. array D اللي هي هاي الموقع الأول، شو بدي أجيب عليها؟ قيمة الـ EAX. قيمة الـ EAX اللي هي الثلاث. ليش استخدم EAX؟ لأنه الأري من نوع دبل وورد، فأنا بدي إشي يكون السايز لإله دبل وورد، فبستخدم EAX أو EBX أو ECX أو EDX. نعيد مرة ثانية نوضح الخطوات اللي عمل لي إياها. كانت عندي الأري 1 2 3، بدي أبدلهم، بدي إياها تصير 3 1 2. شو عمل؟ move EAX array D، جيب لي قيمة الـ array D على مين؟ على الـ EAX. الـ EAX شو صارت قيمته؟ وين الـ الـ array D؟ هاي عندي الـ array، هذا التعريف، ماشي؟ الـ array D هاي، هاي array D plus 4 وهاي array D plus 8. شو جاب؟ جاب لي العنصر الأول اللي هو الواحد، وين ودى لي إياه؟ على الـ EAX، هاي واحد. exchange EAX مع array D plus 4. بدل الواحد مع الاري دي بلس 4 اللي هي هاي، اذا هاي شو صارت؟ واحد، وهاي شو صارت؟ اثنين. بدلهم، هاي صارت عندي اثنين، ماشي؟ اذا بدل لي هدول القيمتين. هاي حصلت اول خطوه انا بدي اياها، جبنا الواحد بالنص. هلا exchange EAX مع array D plus 8. انا الاثنين اللي جبتها هون انا بدي اياها تكون بالاخير، فشو راح اعمل؟ بدل هاي خليها 3 وهاي خليها 2. هاي جبنا الاثنين، اذا exchange EAX مع array D plus 8. هلا move array D فاصل EAX، جيب القيمه الموجوده بال EAX ودي لي اياها على array D. شو هي القيمة؟ الثلاث، ودي لي اياها على الري دي، يعني اول عنصر، فهاي صارت عندي ثلاث. هاي ترى انا كاتبها اثنين، هاي اثنين، اذا ثلاث واحد اثنين، ثلاث واحد اثنين، عملنا التبديل المطلوب. هسا بدنا نكتب مثال على التبديل على البرمجية، نجرب مع بعض.
لو حكينا عنا بالدوت داتا ليست 1 من نوع تابل وورد ماشي فيها العناصر 1 2 3 4 ليست 1 من نوع دبل وورد فيها العناصر 1 2 3 4 وحكيت لك السؤال بحكي لك بدنا هاي الاري ايش تصير 4 3 2 1 اذا انا عندي ليست 1 من نوع دبل وورد فيها العناصر 1 2 3 4 بدي اعمل تبديل بحيث انها تصير ايش 4 3 2 1 كم تبديل انا محتاج كم تبديل؟ مفروض 2 احط 2 مكان 3 والاربعه مكان 1 ممتاز مين الجواب؟ راضي 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 بحكي لنا بدنا نحط الواحد مكان الاربعه وبدنا نحط الاثنين مكان الثلاث مش بصير الشكل اللي بدي اياه؟ بصير القيم اللي بدي اياها؟ بتصير القيم اللي بدي اياها اذا انا بحاجه لتبديلين بدل الاول مع الاخير وبدل الثاني مع الثالث صح؟ هاي من نوع دبل وورد يعني العنصر الاول اسمه ليست 1 العنصر الثاني كيف بدي اجيبه ليست 1 بلس كام 4 مين جاوبت انا منار منار طيب والعنصر اللي بعده بلس ايش 8 وهذا العنصر بلس كام 12 اللي هي السي اذا بدي اياها بالهكسة اذا هاي العناوين بدي ابدل العنصر الاول مع العنصر الاخير اول شيء بدي ابلش العنصر الاول مع العنصر الاخير موف بما انه من نوع دبل وورد اذا خليني استخدم اي اكس مثلا او اي بي اكس او اي سي اكس او اي بي اكس ماشي لانه السايز له دبل وورد اذا موف اي اي اكس فاصله شو بدي اجيب ليست 1 ليست 1 جبت ليست 1 على الاي اي اكس اكسشينج شو ابدل الاي اي اكس ابدله مع مين ليست 1 زائد 2 ممتاز يا منار ليست 1 زائد 12 صح وبعدين شو الخطوه الثالثه هاي خلينا نتبعها هاي الاي اي اكس موف اي اي اكس ليست 1 جيب لي قيمه ليست 1 ودي لي اياها على الاي اكس هاي الواحد exchange EAX مع list 1 بلس 12 بدل EAX مع list 1 بلس 12 يعني هاي صارت 4 صح؟ طيب وهاي شو صارت؟ هاي صارت هاي الواحد شو ضل علي؟ بدي اجيب الاربعة هاي وين؟ بالاول بالاول بدي اجيبها list 1 EAX انا جاوبتي؟ اه دكتور list 1 فاصلة قيمة ال EAX إذا move EAX list 1 جيب قيمة list 1 ودي لي إياها على EAX exchange EAX مع list 1 بلس 12 بدلتها مع X1 بلس 12 list 1 بلس 12 فصار عندي هون الأربعة وهون عندي أول خطوة حصلتها اللي هي الواحد هلا move list 1 فاصلة EAX القيمة الموجودة بـ EAX اللي هي الأربعة ودي لي إياها على list 1 على الموقع الأول فمعناته هون صارت عندي أربعة هي حصلت التبديل الأول الواحد مع الأربعة بدل نفس الكود اللي كتبته بدي أكرره لمين؟ للعنصر الثاني والعنصر الثالث هذا الكود نفسه بدي أكرره للعنصر الثاني مع العنصر الثالث شو أكتب؟ move EAX فاصلة list 1 plus
plus 4. بعدين exchange EAX فاصلة مع list 1 plus كم؟ 8 صح. وبعدين move list 1 plus 4 قيمة الـ EAX. إذا اشتغلت على الموقع list 1 plus 4 مع الموقع list 1 plus 8. Move EAX list 1 plus 4 شو راح يجيب لي؟ الاثنين. Exchange EAX مع list 1 plus 8 راح يبدل الاثنين مع الثلاث. هلا رجع القيمة الموجودة بالـ EAX على list 1 زائد 4 فراح يجيب لي الثلاث على الموقع اللي هو list 1 plus 4. تأكد انه حلي صح، مش لازم اطبع عشان اتأكد انه حلي صح. اول اشي نعم، مين كان يسأل؟ صالح كنت تسأل؟ تفضل. هلا اخر الجملة الثانية بتبدل، فايش نحتاج اخر جملة؟ بدلت مع الريجستر اللي هو EAX صح؟ بس لسه الموقع بالذاكرة انا ما حطيت فيه القيمة اللي بدي اياها. طيب صالح بحكي لنا انه هاي شو فائدتها؟ هاي كثير مهمة وكثير الطلاب بنسوها بالامتحانات. لما بطلب أي إشي تعديل على الري بنسى الطالب بالأخير يرجع القيمة الموجودة بالريجستر على الذاكرة. طب أنت عدلت على الريجستر بس أنت ما عدلت على الذاكرة. أنت لما عملت move EAX list 1 plus 4 بنتبعها مع بعض. شوفوا هاي شو معناه. دكتورة وصلت، إحنا ما نبدل بين. بس معلش بدي أوضحها للكل، شكرا لسؤالك. بدي أوضحها للكل. Move EAX list 1 plus 4 شو بدي أجيب على الـ EAX قيمة list 1 plus 4 اللي هي كم؟ اللي هي الاثنين هاي صح؟ جبنا الاثنين. Exchange EAX مع list 1 plus 8 هاي بدلنا هاي مع list 1 plus 8 يعني هاي صارت شو؟ صارت 2 وهاي صارت 3. لو توقفت لحد هون شو صارت الأري؟ 1 2 2 4. لسه أنا ما جبت الثلاث هون ماشي؟ أنا بدلت مع الريجستر جبت الثلاث على الريجستر بس بالذاكرة لساتها 2 مش 3. إذا ضرورية الخطوة الأخيرة move list 1 plus 4 فاصل EAX القيمة الثلاث هاي ودي لي إياها على الموقع هذا. هيك أنا بدلت 2 مع الثلاث ماشي؟ فضروري آخر خطوة عشان أرجع القيمة للذاكرة ضروري أعمل آخر خطوة موجودة عندي. طيب يا جماعة هلا أنا هيك ماشي بدلت بس ما بين إشي عندي بالأوتبوت، ما طبعت أي إشي. طب أنا كيف بدي أعرف إذا شغلي صح ولا لا؟ لازم أمسك هالأري من بدايتها وأطبعها عشان أتأكد إنه شغلي صح. بدي أطبع هاي الأري، بدي أجيب قيمة من الأري وأطبعها move EAX فاصلة جيب لي القيمة الأولى اللي هي list 1 جبتها على EAX call dump registers. طيب طبعت القيمة الأولى، هسا القيمة الثانية move EAX فاصلة list 1 plus 4 call dump registers move EAX list 1 plus 8 call dump registers move EAX list 1 plus 12 call dump registers. جبت قيمة على الـ EAX وطبعت. شو واحد يحكي بدي احط واحدة بالاي اكس واحدة بالاي بي اكس واحدة بالاي سي اكس واحدة بالاي دي اكس، طيب بصير. بس انا بدي عشان ينطبعوا ورا بعض بدي اشوف تسلسل الاري عندي صح ولا خطا. بدي اطبع العنصر الاول بعدين العنصر الثاني بعدين العنصر الثالث بعدين العنصر الرابع واشوف هل فعلا صارت الاري عندي 4 3 2 1 ماشي. هاي فايل هاي سيف اس سميت الملف اكزامبل 3.asm وهون بدي احط all files وهاي save. رحنا على الكوماند برومت
هاي سي دي باك سلاش سي دي ماسم 615 ميك 32 اسم الملف اكزامبل 3 ما فيش ايرورز. هلا اكزامبل 3 هاي انتر شو اعطاني؟ هاي بدي اطلع على الاي اكس 4 3 2 1 صح شغلي ولا لا؟ صحيح. اذا طبع لي الاربعه بالاول بعدين الثلاث بعدين الاثنين بعدين الواحد. مين مش فاهم؟ مين عنده أي استفسار؟ إذا طبعنا أربعة بعدين ثلاث بعدين اثنين بعدين واحد، إذا أنا فعلا شغلي صح، أنا فعلا بدلت صح العناصر بهاي الأري. في أي استفسار؟ روح ساوي لك ماجنس كافيه وارجع. يلا خمس دقائق وبنرجع. نكمل محاضرتنا. بذكركم انه موعد الميد حكينا يوم الخميس 5-8 الساعة 7 مساء. طيب الميد يوم الخميس 5-8 الساعة 7 مساء. لو كنت بدي اعدل على السؤال اللي معانا واحكي لك انه هدول القيم من نوع وورد وليس دبل وورد، طيب شو اللي بده يتغير معي؟ شو رايك؟ اللي بلسات والريجسترز. الريجستر بده يتغير وايش كمان؟ يعني بدل ليست زائد 12 بتصير يعني ليست زائد ايوه العناوين صح. صح يا اسلام ممتاز. اذا العناوين بدها تتغير والريجستر كمان بده يتغير. ممتاز يا اسلام. اذا رح اغير العناوين والريجسترز. اول شيء هاي اسمها ليست 1 صح؟ بوصلها عن طريق ليست 1. هلا هاي ليست 1 بلس كام بحاله الوورد؟ بلس 2. اهم شيء تعرف توصل للعناوين. هاي بلس ايش؟ 4. وهاي بلس كام؟ 6. اذا غيرت العناوين صارت بلس 2 بلس 4 بلس 6. ماشي. موف اي اي اكس؟ لا موف ايش؟ اي اكس. ايوه اذا موف اي اكس ليست 1 اكسشينج اي اكس مع ليست 1 بلس 6. موف ليست 1 فاصلة اي اكس. خلصت من العنصر الاول والعنصر الاخير صح؟ هلا نيجي على الجزء الثاني. موف AX list 1 plus 2 exchange AX list 1 plus 4 صح يا منار. move list 1 plus 2 AX ماشي. إذا تغيرت العناوين كلها بدك تنتبه. مهم كثير شو نوع الأري اللي إحنا طالبينها. بدنا اياها بايت، بدنا اياها وورد، بدنا اياها دبل وورد. اذا بدك تكون دقيق. موف اي اكس ليست 1 بلس 2 اكسشينج اي اكس ليست 1 بلس 4 موف ليست 1 بلس 2 فاصل اي اكس. لحد هون انا استخدمت جزء من الريجستر اي اي اكس اللي هو الاي اكس. طيب هلا بدي اجي اطبع. موف اي اكس ليست 1 كول دمب ريجسترز. موف AX list 1 plus 2 call dump registers. Move AX list 1 plus 4 call dump registers. Move AX list 1 plus 6 call dump registers. بدنا نشوف حالنا صح ولا لا. إذا احنا بنتوقع انه هاي هي التعديلات. بدي اغير على العناوين وبدي اغير على الريجستر. هاي لازم نعمل ميك من اول وجديد. ممتاز انه ما عنديش ايرورز. نشوف الاوتبوت صح ولا خطا. شوف 4 3 2 1 بس شو هذا الاشي اللي على اليسار؟ عاجبك منظره؟ لا.
هنا يا يكون مبين بس 4 3 2 1. اذا هذا الجزء اللي على اليسار رابش فاليو من وين اجى؟ من صفر الريجستر. صح يا منال، صح يا صالح، صح يا منال. اذا شو بدنا نعمل؟ خلينا نصفر الريجستر قبل ما نستخدمه. اذا هون move EAX فاصل صفر، قبل ما استخدمه، قبل ما ابلش باستخدامه خليني اصفره من الاصل، بلاش يكون في ربش فاليو. هاي فايل هاي صارت زي ما احنا بدنا اياها 4 3 2 1. اذا هلا اجابتي صحيحه 100%. بجوز استخدم بدال move ببداية الجملة move zero extension EAX، أشتغل كل شغلي على EAX برضو بصير. ممكن إذا السؤال معطيني الأرقام بإشارة وأنا بدي أحافظ على الإشارة بعمل إيش؟ move sign extension وبشتغل على مستوى EAX برضو بصير. إذا لازم أحافظ على الإشارة لو السؤال فيه إشارة، ساعتها بستخدم move sign extension وبشتغل على مستوى الـ EAX عشان أحافظ على الإشارة على مستوى الريجستر كامل. فاهمين؟ آخر تعديل على هذا المثال بدنا هون بايت. يلا بدنا نشوف شو بدنا تصير العناوين عندنا. هاي list 1، هاي list 1 plus 1 صح؟ هاي list 1 plus 2 وهاي list 1 plus 3. move EAX فاصل صفر. move ايش اعمل؟ ايش AL. AL list 1، شكرا يا منال. exchange AL مع list 1 plus 4. هاي list 1، هاي list 1 plus 1، هاي list 1 plus 2، هاي list 1 plus 3. صحيح، اذا list 1 plus 3. مين اللي حكت 3؟ منار ولا واحدة ثانية؟ أنا دكتور منار. أوكي. هلا move list 1 AL. خلصنا من الجزء الأول، العنصر الأول مع الأخير. نيجي على الجزء الثاني. move AL list 1 plus 1. هذا العنصر. exchange AL مع list 1 plus 2. move list 1 plus 1 فاصلة A L. اللي مش متبع معي هاي العناوين صارت كيف؟ هلا قفزي واحدة بس. هاي عندي list 1، هاي اللي هي الواحد، هاي list 1 plus 1 اللي بعدها list 1 plus 2 وهاي list 1 plus 3. اكتب العناوين اول عشان ما تخربطش. هاي plus 3. فعندنا move AX فاصل 0، move AL list 1، جيب القيمه الموجوده ب list 1 على AL. exchange AL مع list 1 plus 3، العنصر الاول مع العنصر الاخير. move list 1 فاصل AL، القيمه اللي صارت موجوده ب AL رجع لي اياها على list 1. خلصت من العنصر الاول مع الاخير. هلا العنصرين بالنص، move AL list 1 plus 1، هاد العنصر جبته على ال AL. exchange AL مع list 1 plus 2، بدلت مع هاد. بعدين move list 1 فاصلة plus 1 اللي هو العنصر رقم 2 هاد مع ال AL. طلع لي الطباعة move AL list 1 call dump registers move AL list 1 plus 1 call dump registers move AL list 1 plus 2 call dump registers move AL list 1 plus 3 call dump registers. طيب هاي فايل سيف، كل تعديل بدك تخزن وبدك ترجع تعمل ميك. هاي ميك 32 وهلا بدنا نعمل رن. اعطاني 4 3 2 1.
مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ مين فاهم؟ مين ملوش دخل؟ مين فاهم يا جماعة؟ يرفع ايده. بقية بقية موجودين معنا ولا لا؟ مين اللي فاهم يرفع ايده. احمد سمير موجود؟ احمد سمير راني عبد الله عبد الرحمن أنس وينكم يا جماعة؟ طيب الواحد وعشرين رافعين إيدهم ينزلوا إيديهم. وعندي نفس هاي الليست بايت 1 2 3 4 وحكيت لك اجمع عناصر هاي المصفوفة. عندي مصفوفة فيها 1 2 3 4 من نوع بايت وبدي اجمع عناصر المصفوفة. خليها بالاول من نوع دبل وورد. اجمع لي عناصر المصفوفة. يلا جرب عندك على البرمجية. جرب عندك على البرمجية. اجمع عناصر المصفوفة. جرب وودي لي حلك على الشات. مش تو ايفري وان بس لإلي. جرب على البرمجية تكتب كود يجمع عناصر المصفوفة ليست 1. وودي لي حلك على الشات. بس لإلي مش للكل. اللي لأي اللي لسه ما اشتغلت عنده البرمجية لأي سبب من الأسباب افتح ملف نوت باد اكتب عليه جرب شو ممكن يكون الحل. اجمع عناصر هاي المصفوفة. يلا راح يكون في تقييم على شغلك بالمحاضرة. طيب دكتورة وصف الله عني سؤال. الجملة الأولى هاي جملة إيش؟ للتنفيذية ولا شو هاي؟ مين بسأل؟ مرة تانية مين بسأل؟ شغل المايك عندك. ألو دكتورة. هاي أحمد إيش؟ أي جملة إنكلود؟ انكلود هاي ايش؟ هاي لازم بكل برنامج احط انكلود irbin32.inc. هذا ملف جاهز في بعض الاوامر اللي احنا بنستخدمها ضروري كثير.
لعمل الاشياء الانيشاليزيشن للبرمجيه، وكمان في بعض الاوامر زي دمب ريجستر هذا موجود داخل هذا الملف، يعني ما بيشتغل اذا انا ما عملت انكود للاي ار بين 32 دوت اي. ماشي، ضروري كثير دائما بكل برنامج اكتب هاي الجمله هاي البرمجيه. يلا الكل يجرب يحل، شو ما بتعرف حاول تجمع لنا عناصر المصفوفة. لو لسه البرمجية مو شغالة عندك افتح ملف نوت باد واكتب شو بتتوقع يكون الحل. هاي وصلني أول حل من خالد. شكرا يا خالد. مشاركاتك هاي راح يكون عليها تقييم خلال المحاضرات. دكتور يعني أودي أنه سكرين شوت ولا كيف؟ دكتور ما بعرف إذا حكيت إشي بس صوتك راح. زي ما بدك، إما سكرين شوت أو كوبي بيست عادي على الشات، بس ما بتحب توديه تو إيفري ون، بس لإلي. طيب هاي وصلني كمان حل. ممتاز إسلام، بس شوف العنوان الأخير عندك. ما أقول له مرتين. لا خلاص. آخر عنوان شو بده يكون عندك؟ لازم يكون 12، بس أنا خربطت حطيت. أوكي، محمد صلاح وصل حلك. صراحة معلش تعمل له كوبي بيست، بلاش يكون ملف تغلبني هيك اقعد انزل بالمحاضرة. هاي هو عموما نزل خلاص خلاص، لا تبعثه مرة ثانية. محمد صلاح سامعني؟ سامعك دكتورة. طباعة خلص بس بالأخير.
يعطيك العافية. صحيح. هو أنا كنت حاططهم عشان أتأكد. الله يعافيك. يعطيك العافية. منار. لا منار من نوع ده بالوورد، شوفي العناوين. منار عدلي العناوين. سوري دكتورة ثواني. منار وصل، يعطيك العافية. دكتور أول حل بعت لك هي كان غلط فبعت واحد ثاني. مين؟ صالح؟ صالح نعم. صالح وين أول حل؟ شو كان مشكلته؟ حاط مرة دي وورد ومرة وورد. طبعا أفضل إن هذا بالوورد، بس راح تعطيك إيرور عند الجملة الأخيرة، يعني مو بريزلت خاص لـ إكس. أوكي. وصل كمان حل نور خليل. لا نور لسه ما أخذنا هذا الأسلوب. نور لا خطأ. لسه ما أخذنا هذا الأسلوب، مش هيك إحنا شغالين. تأكد تأكد. هاشم. أوكي يا هاشم. طيب ظهري شاشتي عندكم؟ دكتور. طيب إذا عندي list one double word فيها 1 2 3 4، بدي أوجد ناتج جمع عناصر المصفوفة. move eax فاصلة list one، جبت القيمة الأولى على ال eax. يلا خليكم معي. add EAX فاصلة العنصر الثاني اللي هو list 1 بلس كام؟ 4 بلس 4. add
EAX فاصلة list 1 plus 8 و add EAX فاصلة list 1 plus 12. جمعتهم كلهم حطيت الجواب بـ EAX. هلا بدي اشوف قيمة الـ EAX call dump registers. فرجيني قيم الـ registers. هاي سميناه example4.asm هون all files. example4 وهاي عنا example4. شو عطاني؟ كم مجموع 1 و2 و3 و4؟ 1 و2 3 و3 6 و4 10. إذا شو أعطاني قيمة الـ EAX؟ حكينا بعطينا القيم هون بإيش؟ بالنظام السادس عشري، فشو أعطاني القيمة؟ A. إذا الجواب عندي A اللي هي 10. الجواب اللي هو A معناته قيمته 10. مين مش فاهم؟ ماشي الحال؟ طيب طلع معي على الحل اللي هو حاطط لي إياه. We want to write a program that adds the following 3 bytes. لاحظ إنه النوع هون من نوع الداتا بايت. فمخزن لي 80 هكسا و 66 هكسا و A 5 هكسا. لو إجيت هدول جمعتهم على جنب 5 + 6 + 0 راح يطلع 11. ماشي؟ وهون عندك ال 11 يعني اللي هي بي، وعندك هون A و 6 و 8 راح يطلعوا أكثر من 15. A و 6 و 8 راح يطلعوا أكثر من 15، فالجواب فعليا بده أكثر من بايت. الجواب شو هون؟ بده أكثر من بايت. طيب فبحكي لك شو رأيك بهذا الحل؟ What is your evaluation of the following code? Move AL my bytes. Add AL my bytes plus 1. Add AL my bytes plus 2. هل في مشكلة بهذا الحل؟ الجواب وين راح يتخزن؟ بالـ AL. وأنا فعلياً لو مسكت ورقة وقلم وجمعت هدول راح يطلع أكثر من بايت الجواب. فمعناته في عندي مشكلة بالحل هون. بحكي لك طب شو رأيك بهذا الحل؟ إذا الـ AL ما كفت للجواب، شو عمل؟ Move AX my bytes. Add AX my bytes plus 1. Add AX my bytes plus 2. شو رأيكم بهذا الحل؟ مناسب ولا مش مناسب؟ مناسب. طيب يا منار، في ايرور ولا فيهوش ايرور؟ المفروض لا. أنا بحكي لك إنه في ايرور. في سنتاكس ايرور بهذا الكود، يعني صح هو حاول يكبر لي مكان الجواب فاستخدم AX بدال AL، بس هاي رح تعطيني ايرور. مين يحكي لي وين الايرور؟ لازم يستخدم زيرو اكستنشن. لازم يستخدم زيرو اكستنشن. منار بتحكي لنا، طب ليش يا منار؟ ممتاز، بس ليش؟ شو المشكلة هون؟ لأنه بده يعمل. طيب احكي. بده يعمل موف من السورس اقل من الديستنيشن اللي هو AX، فلازم يحط زيرو اكستنشن. اتوقع اذا في اختلاف بالسايز ومستخدم لي موف فهي راح تعطيني سنتاكس ايرور. ما بصير بالموف استخدم 16 بيت مع 8 بيت، صح ولا لا؟ اذا 16 مع 8 راح تعطيني سنتاكس ايرور، صح ولا لا؟ فعشان هيك لازم انه يتساوى عندي السايز، لازم يتساوى عندي السايز، فهاي الجملة ما راح تنفع معي. طيب شو بده يعمل؟ بده يظبط لي الجواب باستخدام الموف زيرو اكستنشن زي ما حكت لنا منار. موف زيرو اكستنشن AX فاصلة ماي بايت، جيب لي القيمة الموجودة بماي بايت ودي لي اياها على AX. لو وديتها بالموف ما راح تنفع، فشو عملنا؟ موف زيرو اكستنشن.
جيب لي اياها، عبي لي الجزء اليسار منها اصفر. اذا بده يجمع على مستوى اي اكس. ليش؟ لانه الاي ال ما كفل الجواب، فبده يجمع على مستوى اي اكس. بجوز واحد يحكي لي انا بدي اجمع على مستوى اي اكس، طيب عادي بصير. المهم انا بدي اكبر المكان المخصص للجواب، فعمل move zero extension ax فاصلة my byte. move bl my byte plus one، جيب لي القيمة الثانية وديها على bl. أو هون شو حكي لك؟ move zero to bx before the move zero extension، يعني قبل ما تستخدم bl. أوكي، أنت بدك تستخدم جزء من bx، فصفر bx بالأول. صفر ال bx بالاول، يعني كانه بحكي لك هون اكتب move bx فاصلة 0. طيب move bx فاصلة 0، او بدل ما اعمل هاي بستخدم ايش؟ move zero extension. move zero extension bx فاصلة my byte plus 1. ماشي. اذا بدي اجمع على مستوى البي اكس، يا بعمل موف بي اكس فاصل صفر، موف بي ال ماي بايتس بلس 1، او بدل هدول الجملتين موف زيرو اكستنشن بي اكس فاصل ماي بايتس بلس 1. هيك بحل المشكله، صار على مستوى 16 بت. هسه بجمعهم كمان نفس الشيء، بجيب القيمه الثالثه موف بي ال ماي بايتس بلس 2، او موف زيرو اكستنشن بي اكس ماي بايتس بلس 2، واد اي اكس bx. فالجواب هو الموجود بالa x. ليش عمل هاي الخطوات؟ لانه عنده size byte والقيم عندي ناتج جمعها اكبر من البايت، فدائما بنعمل حساب انه يمكن ما يكفي المكان للجواب، فعشان هيك بدل ما يجمع على مستوى البايت جمع على مستوى word، او على مستوى double word. هون جمع على مستوى word، واذا القيم فيها اشي موجب واشي سالب، ساعتها بدل ما استخدم move zero extension شو استخدم؟ شو استخدم بدال موف زيرو اكستنشن؟ اذا في قيم موجبه وقيم سالبه استخدم ايش؟ بدي احافظ على الاشاره، بدل ما استخدم موف زيرو اكستنشن شو استخدم؟ شو اللي بتشبهها بس بتهمها الاشاره؟ موف ساين اكستنشن. يعني بدال الزد هاي الزيرو اكستنشن بستخدم الاس، موف ساين اكستنشن اذا بتهمني الاشاره. اذا القيم عندي فيها إشارة بتهمني، فبستخدم move sign extension. طيب طب دكتورة، مش هون في عندنا سالب؟ طيب نعم. طب مش هون في سالب بالسؤال؟ هو ماخذها بايت، مش مهتم للإشارة هون. ماشي، إذا السؤال بهمني فيه الموجب والسالب، القيم فعلا أنا ماخذها كساينز، كساين قيم، ساعتها بده يكون هون عندي اس بايت، اهتم بالاشاره. ماشي، حسب السؤال يا اسلام، حسب شو حكي لك. اوكي طيب، اذا هيك شفنا كيف ممكن اجمع عناصر مصفوفه. بدي ارجع على الوظيفه عشان الناس اللي حكت، خلينا نحل اول فرع من الوظيفه. الناس اللي ما سلمت الوظيفه ولسه حابه تسلم الوظيفه، راح افتح لك مجال انك تسلمها اليوم. ماشي، رح افتح مجال لتسليمها اليوم بإذنه تعالى. هحل لكم الفرع الأول. عندي سؤال دكتورة. تفضل. سؤال مش مباشر عن الوظيفة بس له دخل فيها. هلا أنت مثلا هون حكيتينا إنه بدنا نطبعهم كلهم. هل القصد إنه أطبع واحدة بـ EAX واحدة بـ EBX واحدة بـ ECX، ولا بعد كل واحدة أعمل دمب راك؟ كل واحدة اعمل dump registers. اذا انت حاطط كل واحدة بريجستر برضو بصير، انت حر. ماشي، شغلة تانية، هلأ مثلا اخر واحدة 2x ناقص 5، هلأ x hexadecimal، اعتبر 2 hexadecimal ولا integer؟ انا اعتبرتهم hexadecimal. سواء x او decimal هي نفس القيمة. ماشي، انا كنت اقصد فيها هون انها decimal كوني انا مش حاطة ردكس لإلها. طيب، فالاثنين ضرب إكس، طبعا إحنا يا صالح ما أخذناش الضرب، فكانت الفكرة بهذا الفرع إيش؟ شو يعني 2 إكس؟
يعني اكس زائد اكس ممكن. ايوه هون هاي انا بس هاي اللي بدي اياها، انه الاثنين اكس هي اكس زائد اكس، ماشي؟ ليش؟ لانه لسه ما اخذنا الضرب، رح ناخذ الضرب ان شاء الله الاسبوع الجاي، لكن احنا لسه ما اخذنا الضرب. فانا قاصده باثنين اكس هون يعني اكس زائد اكس، بدي تفهم انه هاي اكس زائد اكس وبعدين ناقص 5. خليني احلل. نعم بفيك انا خليتها على الضرب، بس سؤالي هلا مثلا بامتحان المد، اذا اجانا 2 اكس نعتبر 2 ديسيمال والاكس هكسا ديسيمال صح؟ لاني انا مش حاطط لها ريدكس. ليش بتحكي لي الاكس اعتبرها هكسا ديسيمال؟ انا مش محدده، حط اي قيمه بدك اياها، اي قيمه انت بتحطها هو لحاله بحول لك اياها للباينري، ماشي؟ انا ما حددت لك شو القيمه الابتدائيه للاكس والواي والزد، لما ما احدد لك انت حط القيمه اللي بدك اياها. تمام. السؤال بحكي define three variables x y و z of 16 bit each. إذا بدي أعرف x y وزد كل واحدة فيهم 16 بيت، إذا هدول ثلاث متغيرات، هدول مش أري صح؟ هاي عندي إكس بده إياها 16 بيت، إذا شو أعرفها من نوع إيش؟ وورد. من نوع وورد، إذا هاي بدك تاخذ عليها علامة، بدك تعرف إنه 16 بيت معناته أنت عرف هذا المتغير من نوع وورد. هلا أنا ممكن أكون معطيك قيم ابتدائية، ممكن ما أكون معطيك قيم ابتدائية، بحكي لك أعطي قيم ابتدائية هيك وهيك وهيك، أو مش حاكي لك شو القيم الابتدائية. نقرأ السؤال. Define three variables x, y, and z of 16 bit each. And find the result of the following. إذا أنا مش معطية قيم ابتدائية، حط القيم اللي بدك إياها. هاي x word أعطيتها مثلا قيمة ابتدائية 2. y word أعطيتها قيمة ابتدائية 4. z word أعطيتها قيمة ابتدائية 5. إذا أعطيت قيم ابتدائية، كلهم من نوع word. ما حددت لك بدي القيمة الابتدائية تحط لي إياها باينري ولا ديسيمال ولا هيكسا ديسيمال، انت حر. السؤال ما حدد. كل الارقام هاي بتتخزن بالذاكره على شكل باينري، كل الارقام راح تتخزن بالذاكره على شكل باينري. الفرع الاول شو بحكي لك؟ ديفاين 3 variables. طيب زد بتساوي اكس زائد واي برنت يور ريزلت. الزد هي للجواب، اذا لا بدي اعدل الزد بما انها للجواب question mark. خليها question mark، لسه ما اعطيتها قيمه ابتدائيه. ممتاز. اذا الزد القيمة الابتدائية لإلها ما فيش، عشان هيك حطيتها question mark. بجوز واحد بده يجتهد ويحطها صفر، مش هحط له خطأ، حطها قيمة ابتدائية صفر وبعد هيك بده يعدل عليها، عادي بصير. هلأ شو بده؟ z بتساوي x زائد y، بدي أجمع x زائد y وأخزن الجواب داخل z واطبع الريزلت. إذا بدنا نجمع x و y ونخزن الجواب داخل z. شو أعمل؟ أول إشي بما إني بدي أستخدم جزء من ريجستر مثلا الـ EAX، بدي أستخدم جزء منه، يا بتستخدم move zero extension يا أول إشي صفره. صفر الريجستر لأنك بدك تستخدم جزء منه، ماشي؟ إذا move EAX فاصلة صفر، صفرت الريجستر. هلا ما بصير أحكي add X فاصلة Y، ليش؟ هاي أكيد بده يعطيني عليها ايرور، ليش؟ لأنهم الاثنين نسيت شو اسمه؟ ميموري مع ميموري، إذا ممنوع يكونوا ميموري مع ميموري، صحيح يا إسلام؟ ممتاز. إذا ممنوع يكونوا ميموري مع ميموري، فبجيب واحدة على الريجستر وبجمع لها الثانية. move AX، ليش AX؟ لأنه الـ X والـ Y من نوع word، فأنا بدي أتعامل مع AX اللي هو من نوع word، من size word. move AX فاصلة، جيب لي قيمة الـ X. جبت قيمة الـ X على AX، على الريجستر AX. add AX فاصلة إيش؟ الـ Y. إذا جيب قيمة الـ X على الـ AX واجمع لها قيمة الـ Y. هلا الجواب وين موجود؟ بالـ AX. طيب هو وين بده يعني أخزن الجواب؟ بالـ Z. إذا move Z فاصلة
ايش؟ AX. AX. جيب الجواب الموجود بالـ AX خزن لي إياه داخل الـ Z. جيب الجواب الموجود داخل الـ AX خزن لي إياه داخل الـ Z. هل إحنا أخذنا إشي بيطبع لنا الـ Z؟ لا. لا، ما أخذناش إلا الأمر اللي بيطبع لي الريجسترز اللي هو إيش؟ Dump Registers. Call Dump Registers. الكول دام ريجسترز رح تفرجيني قيم الريجسترز من ضمنها ايش؟ من ضمنها الاي اي اكس، فانا رح اطلع على الاي اكس رح اشوف الجواب فيها صح ولا لا. 2 زائد 4 شو المفروض تعطيني؟ 6. بدي اطلع على الاي اي اكس واشوف هل فيها الجواب 6؟ اذا فيها الجواب 6 معناته شغلي صح. هاي فايل سيف، سمينا الملف اكزامبل 5. طيب هاي عندي ميك 32 اكزامبل 5، وهاي عندي اكزامبل 5. هاي رن، شو اعطاني؟ الاي اكس قيمتها 6. اذا هل شغلي صح ولا خطا؟ شغلي صحيح، جمعت القيمتين الموجودين داخل اكس وواي. في اي استفسار؟ هاي حل الفرع الاول من سؤال الوظيفه. هاي حل الفرع الاول من سؤال الوظيفه بالنسبة للكويز. حكينا يوم السبت بإذنه تعالى. ادرس على الوظيفة وعلى محاضرة اليوم. ادرس على الوظيفة وعلى محاضرة اليوم، ومية بالمية بتجيب على كاملة بالكويز إذا أنت درستهم. ماشي الحال؟ دكتور، يعني اليوم السبت هي المادة بشابتر 4 ولا كيف؟ ادرس على الوظيفة وعلى محاضرة اليوم. إسلام بكفي هدول. الوظيفة طبعا. ومحاضرة اليوم ذات سنة. بالنسبة للوظيفة رح أفتح مجال اليوم للي بده يسلمها معك لنهاية اليوم. ارجع حل الفرع الأول اللي أنا حليته هلأ، والفرع الثاني والثالث للناس اللي بدهم يسلموا الوظيفة أو بدهم يعيدوا تسليم الوظيفة، كمان ما عندي مشكلة. يعطيكم العافية جميعا. في حد عنده أي استفسار قبل ما نطلع؟ يعطيكم العافية.